بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، مصر وموعد مع ذكريات الأيام المجيدة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. بالتأكيد حلقة جاية في توقيت مهم جدا، جاية في توقيت تشعر فيه مصر كلها بالعزة والفرحة، وحلقة مهمة. هذه أبرز عناوينها: مقالي ومقالوا هي أيام النصر الملهمة، الغربال مدرب الزمالك يزكي الأهلي، بعظمة لسانه بيتسو هدف بلاس 90، وفي الشموع الحمراء عبد الوهاب سليم الثالوث الغالي، وفي أسرار الملك صديق وسبعة مليون وقالوا خطفوه، وأخيرا نتصفح مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي نتمنى حضراتكم تستمتعوا به النهاردة.